خلينا في الاول كده نشرح ايه هو ايجي هوستنج سريعا. ايجي هوستنج او استضافه مصر هي بتساعد الافراد والشركات الناشئه على التحول الرقمي عن طريق تقديم خدمات الاستضافه وتوفير النطاقات على مراكز بيانات محليه. حققنا في اول سنتين 1,000,000 جنيه ايرادات. ربحيه بقى من ده مبيعات نسبه طيب. الربحيه قد ايه؟ هي بتقفل في نهايه السنه الماليه انا ما اقدرش احسبها، بس احنا هدفنا لحد دلوقتي ان احنا ما نحسبش الايرادات لحد ما نقدر. مش ايرادات، دي حاجات حصلت. ممكن الاجابه تبقى انا ما حققتش اي ربح وطلعت خسران كذا، بس انا حطيت في البنيه التحتيه، فانا ده اللي احنا عايزين نفهمه. مظبوط، احنا حطينا في البنيه التحتيه في السنتين اللي فاتت احنا بنتكلم في اراوند 50,000 دولار. بس دفعت 750 ولميت 1,000,000 فانا كسبان 250. مظبوط. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، مشكلتي هنا مش في البيزنس، ولكن مشكلتي كانت في مع احترامي الشديد لشخصك عدم القدره في الاجابه على اسئله بسيطه جدا، فبالنسبه لي هتبقى فرصه تانية. انا مع علاء. انا معجب باللي انت بتقدمه وشايف في فرصه كبيره جدا، وشايف ان انت كنت ممكن تكون اكثر وضوحا واكثر سهوله في المناقشه، وحابب ادي لك فرصه. فرصه عشان اشوفك تاني. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. وادي فرصه يلا عشان اشوفك في القاهره.